مساء الخير والسعادة وتكملة لأسرار بناء الأهرامات أيام الفراعنة. رقم 13 بداخل الهرم الأكبر 3 غرف، 2 منهما فوق الأرض والأخرى تحت الأرض، والمهندس الذي العبقري الذي بنى هذا الهرم هو المهندس ميرابو، وأخذ بناؤه حوالي 20 عام، وكلف بناؤه حوالي 100,000 عامل. رقم 15 تتجه أركان قاعدة الهرم الأربعة إلى الاتجاهات الأصلية للأرض في دقة مذهلة جعلت العلماء يعدلون حساباتهم في القرن 20. رقم 16 المدار الذي يمر بمركز الهرم يقسم القارات والمحيطات إلى نصفين متساويين تماما من حيث المساحة. رقم 17 أمواس الحلاقة الفاترة تصبح حادة كالسيف إذا طرقت لعدة أيام داخل الهرم، والسبب غير معلوم حتى الآن. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلامة النصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة، مش أيها مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلامة النصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة، مش أيها مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلامة النصر. من بحر البحر بتتمشى، وقمرها معانا بيتعشى، خيرها على اللي ياكلها بتبقى أو يسكن قصر. خدوا بالكوا دي مصر. رقم 18 الهرم الأكبر بالنسبة للنظام الفلكي يقع تحت أكبر نجم في السماء، فسبحان الله كيف بنوا الفراعنة هذا التاريخ الذي حير العلماء حتى الآن. دي كانت نبذة سريعة كده مختصرة عجبتني فنشرتها لكم عن فراعنة مصر، الحضارة الأقدم في العالم من 9,000 سنة. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المتشالة عالراس والعين. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، ولادها صبايا ورجالة ليهم قلبين. القلب الأول يدعي لها، والتاني نور أناديلها، يفديها ترها على اللي ياكلها بتقى او يسكن قصر. خدوا بالكوا دي